في الاشتباكات والنزاعات والحروب يسود الفلتان الأمني، تنتشر السرقات والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة كذلك، ويصبح المدنيون ضحية لانعدام الأمن طبعا. هذا ما تشهده مدن السودان اليوم، لا سيما العاصمة الخرطوم، حيث تنتشر عمليات سلب ونهب على نطاق كبير وواسع. هذه الصور توثق الاعتداء على المحال التجارية بالنهب والتخريب، هنا مثلا واحدة منها، وهذه كذلك هنا. هذه صور أو صورة لأحد المجمعات التجارية التي سرقت المحال فيها وجرى العبث بمحتويات المتاجر وكذلك جرى تدميرها أيضا. المواطنون في السودان دشنوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمكافحة عمليات السرقة وما يشهده مجتمعهم الآن. نشروا أعدادا كبيرة من الفيديوهات وثقوا من خلالها عمليات سلب ونهب على نطاق واسع لممتلكات عامة وكذلك خاصة، نتابع جانبا منها. شايفين يا جماعة؟ حرام هي حرام. العربية نزلوا راديو من العربية، وقفوا العربية وبينهبوا فيها. المصانع دي يا جماعة الليلة من الصباح اتكسرت وقاعد تتنهب من الصباح. الناس دي، الدقيق، السكر، الكيك، كله قاعدين يشيلوا، حتى الكراسي قطع الموظفين شالوها ما خلوا شيء. وحس كمان في ناس سايقين عربات ناسيقة الثلاجات. الوضع صعب ومقلق بالتأكيد. انتشر فيديو يوثق كذلك سرقة سوق للذهب في العاصمة الخرطوم، حيث قام مواطن بزيارة السوق بعد عملية السطو التي تعرض له. ربنا يا جماعة إن شاء الله يخلف عليكم الخلف الصالح، أي زول يتضرر ربنا يعوضه ويخلف عليه إن شاء الله. ده برضه محل اتفتح، العسجد اتفتح وجار العسجد، لا العسجد زار تبييد المجوهرات، ده برضه يتفتح، نظف نظافة شديدة، مجوهرات الصداقة كويسة، جار الصداقة ده برضه كويس. هذا كله يحدث في الأوقات التي تكون فيها الشوارع السودانية خالية من المارة بسبب تبادل لإطلاق النيران بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع، وخوف الناس كذلك على حياتهم واختبائهم داخل منازلهم. المواطنون السودانيون ناشدوا السلطات لتأمين مدنهم وتساءلوا عن أسباب غياب الجهات الأمنية وعدم قيامها بواجباتها، خاصة مع هروب عدد من المساجين أيضا. لإيجاد حلول لكل هذا الوضع الصعب الذي يمر به السودانيون، بدأ المواطنون باتباع طرق خاصة بهم لتأمين أنفسهم وممتلكاتهم. في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مثل هذه الصور التي تظهر فيها كثبان رملية عالية، هنا مثلا وهنا، تسد مدخل محلات تجارية منعا لوصول السارقين ومن ينهبون تلك المحلات. في ظل تلك الأوضاع السائدة في السودان، تناشد المنظمات الدولية طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار، أملا في عودة حياة المدنيين لطبيعتها، خاصة وأنهم هم من يدفعون ثمن هذا الاقتتال من أرواحهم، أموالهم وممتلكاتهم. الأمم المتحدة حذرت كذلك من النقص الحاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء وارتفاع الأسعار، وأكدت ورود مزيدا من التقارير عن نهب الإمدادات الإنسانية ومخازن الإغاثة.